صباح الفل. 13/11/2015. حقيقة في حاجة بس عايز اقولها، وسط التلج والمنظر الجميل ده، يعني ان فعلا تحس ان ربنا عمل توازن في الطبيعة دي بشكل غير عادي. يعني التلج ده يا جماعة مش مجرد تلج، فعلا التلج ده مهم جدا في حياة الناس اللي عايشة هنا. يعني عايز اقول لكم ان انا كنت بتكلم من كام يوم على الداركنس والغبقان اللي موجود في الدنيا والكلام ده كله. التلج ده بينور الدنيا فعلا. يعني يا جماعه اللون بتاعه ابيض بشكل غير عادي، فبيخليك فعلا تحس ان الدنيا منوره. مش مهم ان هي تكون جايه من الشمس، بس المهم ان هي تكون منوره. دلوقتي حالا مخلص، يعني مش هبالغ لو قلت احسن كورس خدته في حياتي كلها. كورس يا جماعه كان في مطبخ. الكورس كان تبع تعلم اللغه الفنلنديه، وكنا بنتعلم مصطلحات فنلنديه عن الطبخ في المطبخ، لان احنا بنطبخها. يعني كانوا مدينا ورقه فيها المقادير وفيها طريقه تحضير الاكله دي، وطبخناها فعلا واكلناها وكل حاجه عن طريق واحنا في المطبخ. يعني فانتوا متخيلين في عمليه ممكن تكون اكتر من كده، او في حاجه ممكن تخليك تثبت المعلومه في دماغك اكتر من كده؟ انا مبهور، انا مبهور يا فنلندا.